¿Qué te dices? سلطان عبد الله دخل مرحلة الخطر، هل يا ترى تلحق في مرحلة الخطر؟ إيه أو لا؟ إجابة باختصار تفضل. اللي عند الله يصير. الرجل هذا يعجبني ثقته بالله. كن مع الله كما يريد، يكون الله معك كما تريد. يعجبني ثقته بالله. خليك مع الله يكون معك. يكون معك. صوتك جميل يا سلطان، ودي نسمع شيء لعل وعسى يعني. تعال هنا خلية. انا بهدل العيال كلهم يا شباب. هذا من العيال. عيال اهدا لكم يا عيال. بس الكاميرا طاح. كاميرا طاح. كاميرا يلا نسمع سلطان. وداعي تهز ضلوع القلب العاشق الولهان. الله. وداعم فيه من صدق الحزن ما لا يكفيني، فمان الله يا اول من سكن. احساس يقول فمان الله، وفعلاً إحساسه عند محلة فمان الله للنمونيه. نمونيه تقوى 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 تق